عندي تجربة في مجال المخدرات عايز أشارككم فيها. اشتغلت في فريق لعلاج المخدرات سنين من عمري. اسمع مني الأرقام دي، كل 10 بيجربوا المخدرات في 7 بيدمنوا المخدرات. عارف يعني ايه مدمن؟ يعني الأولوية الأولى في حياته قبل نفسه وأهله ومنظره وصحته وربنا ومستقبله وفلوسه ودراسته وشغله، الأهم من ده كله جرعة المخدرات. بعد العلاج والتعافي من المخدر، كل 10 بيتعالجوا في 6 بيرجعوا تاني. وأنا أعرف النوعين، أعرف اللي سمع الكلام وبعد ما الدنيا كانت مظلمة في وشه وأهله عايشين في تعاسة ليل ونهار ومتدمر صحيا وماديا وروحانيا ونفسيا، اتعالج وأصبح دلوقتي من أنجح الناس، إنسان سوي، رب أسرة يشرف نفسه وأهله. وأعرف اللي خرج من المستشفى ورجع تاني يوم، رجع للمخدرات وصلنا عليه لأنه مات بجرعة زائدة. وأعرف اللي فضل يخرج من المستشفى ويرجع ويخرج ويرجع لأنه مش ملتزم بنصايح الدكتور اللي عنده خبرة أكبر منه بكتير. في موقع أديكشن سنتر بيقول إن في 100 واحد كل يوم بيموتوا في العالم بسبب الأوفر دوس، الجرعة الزائدة. بيبقى نازل من بيته متشيك عشان السهرة، واللي بيقلعه لبسه آخر اليوم المغسل اللي بيغسله لأنه مات. يبقى بما إن من كل 10 بيجربوا المخدرات في 7 منهم بيدمنوا، يبقى الكارثة في التجربة. أنت بتلعب مع الأسد، أنت بتحط إيدك في النار عشان تشوف بتلسع ولا لأ، أنت مش بتحط إيدك، بتحط وشك. يبقى الحل هو الفرار، الفرار من هذا الأسد المخدرات، الفرار من مجتمع المخدرات. وده انسحاب الشجعان بكامل الإرادة من معركة هي يقينا أقوى منك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، وده كانت صورة المخدرات اللي موجودة وقتها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه يعني ما يكونش جنبك، يبقى هو في جانب وانت في جانب. دي أقوى ألفاظ التحريم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب فيها الخمر. والصحابة عارفين جاذبية المادة المخدرة اللي كانت متمثلة وقتها في الخمر وقتها. فانت عارف عملوا ايه لما عرفوا انها حرام؟ سيدنا أنس بيقول: كنت أنا ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فإذا بمنادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: أخرج يا أنس فأهرقها، مش ابعدها، أدلق كل اللي في البيت في الأرض. فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. هم عارفين، عارفين إن لازم يفروا من سيطرة هذا المخدر. وعلى فكرة العادي هو اللي بيضعف ويجرب، اللي مش عادي المختلف اللي بيقول لأ في الزمن اللي احنا فيه ده. لأن أصحابك هيبيعوا لك فكرة عكس كده: يا عم جرب، خليك مختلف كده، خليك جامد، ما تبقاش فرفور قدام أبوك وأمك. هو الحقيقة القوة إن أنا أقول لأ، الاختلاف إن أنا أقول لأ. ومعلش أبقى فرفور قدام أبويا وأمي أحسن ما أبقى فرفور قدام غول المخدرات ولا الخمر. تاني حاجة استوقفتني جدا قصة الصحابي اللي كان بعد تحريم الخمر لسه مش قادر يقاوم الخمر، لكن كل ما يشرب كان يروح للنبي يقول له: طهرني يا رسول الله، أنا آسف، ويتوب بين إيدين النبي. الصحابي ده نفذ وصية المعالجين بالنص، إن لو رجلك غرست في الخمر أو المخدرات مد إيديك لحد يشدك، لأن الخمر أو المخدرات عاملة زي الرمال المتحركة، محتاج حد يشدك لأنك غارس إلى ما لا نهاية. هذا اللجوء لغيرك لما تسقط في الخمر أو المخدرات هي العلامة العظمى إن ممكن إنسان يبقى مدمن لكنه يحب الله ورسوله، زي ما النبي شهد لهذا الصحابي في عز تمسكه، أو بمعنى أدق في عز ضعفه أمام الخمر كل مرة، إنه يحب الله ورسوله. مش عيب تفضح نفسك قدام واحد قريب، أب ولا كان قريب ليك، بس الفضيحة دي هتكون هي المنقذ من طريق لا رجع فيه زي طريق الخمر ولا المخدرات. فاللهم يا رب، يا رحيم ويا رحمن، أنقذ شبابنا من هلاك الإدمان، واحفظ بلادنا من الكفر والفسوق والعصيان.